موسم الأمطار وخطر سيوله وما حل بقضاء الشرقاط الشمالي محافظة صلاح الدين الموسم الماضي جدد المخاوف عند مواطني المحافظة سيما سكنة المناطق المحاذية لنهر دجلة، داعين لاتخاذ إجراءات جادة تمنع هذا الخطر وتحقق الاستفادة من هذه السيول كمخزون مياه. المحافظة مهددة بسيول جارفة، في السابق جرفت العديد من القرى والمناطق، لكن حتى هذه اللحظة لم نلاحظ أي خطوات حكومية أو حلول ممكنة لمعالجة هذه الأزمة. اليوم أغلب العوائل تركت بيوتها القريبة من النهر بسبب تهديد الفيضانات، وكل سنة هاي اللي قاعدة تصير مع الأسف الحكومة ما قاعدة تاخذ دورها لإنشاء السدود. وهاي السدود راح تفيدنا بخزن الماء على الموسم الصيفي، واثنين تأمين أرواح الناس وممتلكات الناس من السيول اللي جاي تحصل في شمال العراق. رأس هرم الإدارة المحلية للمحافظة المتمثلة بمحافظها أكدت أن دورهم الآن يقتصر على المراقبة فقط، وأن الحلول الجذرية كإنشاء السدود تحتاج إلى وقت طويل لإتمام المنجز منها أو الجديد. لم تردنا المرحلة المتقدمة من الإنذار، بعدنا ضمن المراقبة، يعني إن شاء الله. هو طبعا نحن عندنا مناطق محددة هي اللي دائما تنغمر في كل موسم فيضان، دائما الحلول تأتي بعد الكارثة. اليوم عندما شهد العراق شحة المياه صار التفكير بالسدود، لكن احنا من 2003 لليوم ما فكرنا بموضوع السدود وإيجاد حلول حقيقية. بين انتظار الحلول الحكومية وبين استمرار التهديدات من خطر السيول، يبقى المواطن تحت مطرقة مخاوف تتجدد كل موسم أمطار. مخاوف مشروعة من خطر داهم وقد يداهم المحافظة من جديد جراء سيول طالما هددت البيوت والمزارع، حيث لا حلول جذرية قد وضعت. من صلاح الدين، فراس الحسني، التغيير.